الجو مغيم اليوم شويه، يحسر عليك الشمس اللي كتكون دائما. شوف الجو كي داير، ماشي مسحب كيما شي مشكل كل نهار ونهار. السلام عليكم وتحيه طيبه لكل الاخوان والاخوات المتتبعين قناه كريم كسري. مرحبا بكم معايا من جديد. في هذا الفيديو الاخوان بغيت نتناقش معكم في مساله ديال اللي معروفه، يعني المساله ديال ترسيم الحدود البحريه ديال المغرب مع جزر الكناري. فكما كتعرفوا كما سمعتوا كما دار في الاخبار، المغرب البرلمان المغربي صادق على يعني مشروعيات ترسيم الحدود المغربيه، صادق باجماع لهذه المساله هذه باش يدير ترسيم الحدود ديالو مع جزر الكناري. فكما كتعرفوا هذه القضيه هذه، هذا الموضوع هذا موضوع شائك وجمع بزاف ديال الصداع بينه وبين اسبانيا. فالحاجه اللي شويه بقات محيراني واللي ما فهمتهاش انا، هو دابا من بعد ما البرلمان المغربي صادق على هذه المساله هذه وعلى هذه المشروعيه ديال هذا القرار هذا وداك الشيء، فاسبانيا تحركات عن طريق الوزيره ديالها الخارجيه اللي مشات للمغرب وشافت هذه المساله هذه، ما عجبهمش ديك القضيه اللي دار البرلمان المغربي ومشات وتناقشت مع الوزير المغربي الى غير ذلك. فالمساله اللي كتحير هو ان الوزيره من بعد اللقاء ديالها مع الوزير المغربي يعني قال لك بان اسبانيا يعني تصادق، يعني كتصادق على مشروعيه القرار المغربي على السياده المغربيه. ولكن الحاجه اللي ما مفهوماش هو اسبانيا كتقرب المشروعيه ديال المغرب ترسيم الحدود ديالو البحريه في الصحراء المغربيه بينه وبين جزر الكناري. يعني الوزيره المغربيه الوزير الاسباني عفوا مع الوزير المغربي وصلوا لهذا الاتفاق هذا، واخا مزيان. ولكن الحاجه المحيره في نفس الوقت كتقول ان القرار ما خصوش يكون احادي الجانب، يعني ما يكونش فقط من طرف المغرب، لا خصو يكون باتفاق اجماع. يعني اسبانيا كتقر كتصادق على المشروعيه ديال القرار المغربي، ولكن في نفس الوقت كتقول القرار ما خصوش يكون احاديه الجانب، خصو يكون باتفاق ديال الطرفين الى غير ذلك، سينو المساله ربما تتجه للامم المتحده طن 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 طن. دابا المساله اللي محيره هو انا هذا المقال هذا اللي غادي نخلي لكم انا في الرابط ديالو، مقال ديال جريده الاكسبريس اللي تكلمت فيه. المساله اللي حيرتني وخلتني نهضر في هذا الموضوع هذا هو دابا انت كتقول لي تقر بمشروعيه القرار ديال البرلمان ديالي، يعني كتعترف، يعني مساله مزيانه كتفرح واخا، ولكن في نفس الوقت كتقول لي القرار خصو يكون يعني باتفاق ويكون واحد المصادقه يعني من الطرفين وما يكونش قرار احادي الجانب. ان كي كيلاموس كنعترف ولا ما كنعترفش، عندك الحق عندك حق ومشروعيه ديال ترسيم الحدود البحريه ديالك بحالك بحال اي دوله في العالم، ولا لا عندك الحق لا ما عندكش. يعني فهمت السطا؟ هذا هو اللي بغيت نقول لكم انايا. يعني من بعد مشات الوزيره كتقول بانها كتصادق اسبانيا كتقرب مشروعيه القرار المغربي، ولكن في نفس الوقت ما خصو يكون احد الجانب، خصو يكون بحوار مع الطرفين طن 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 الى غير ذلك. فانا كنعرف بان حق اي دوله في العالم انها حقها ترسم الحدود ديالها البحريه في اي ما بغات تكون النوع ديالو. اصلا اسبانيا اصلا غير مسيطره على جزر الكناري، وحنا عارفين هذه القضيه هذه غير ملوحه. ومع ذلك خاصنا، انا في الاول فاش القرار خرج والبرلمان صادق عليه، ملي قرات المقال وداك الشيء وشفت الاخبار التلفازه بحالي بحال الناس كاملين، عجبني الحال، قلت مزيان برافو المغرب ولا كيفرض السياده ديالو ولا كيدير قرارات ولا كيفرض المسائل ديالو. ولكن من بعد اللقاء وداك الشيء، معنى اسبانيا ردت الفعل ديال اسبانيا كانت قويه، لان شفنا الجرائد هنا وشفنا التلفازات جميع القنوات كانوا كيتكلموا على هذا الموضوع هذا ديال المغرب كيرسم الحدود البحريه ديالو في الصحراء بينه وبين جزر الكناري بدون مراعاه الجاره الاسبانيه، بدون طن طن طن، بانها المغرب خذ القرارات ديالو. اسبانيا ملي كتبغي تاخذ شي قرار ديالها كاع ما كتشاور معنا نهائيا، كدير داك الشغل ديالها ما كتشاورش معنا في هذه المسائل هذو. ولكن حنايا حاولنا نديروا هذه المساله هذه لاننا نفرضوا الراي ديالنا ونفرضوا القوه ديالنا في الحدود البحريه ديالنا المغربيه في الصحراء المغربيه مع جزر الكناري. انما المساله قال لك الشمامه تما
مزيان كان 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 صادق على كان اعترف بمشروعيه القرار ديالك، ولكن في نفس الوقت لا خاصو يكون مبني على واحد الحوار، مبني على على الطرفين، ما يكونش فقط احادي الجانب. انا ما نكذبش عليكم، هذا المقال دوخني شنو وقع بين الوزير المغربي والوزير الاسبانيه تحت الدف، اش كاينه، شنو اللي مخبي، شنو هو اللي تفهموا عليه. المساله شويه غامضه الاخوان، المساله شويه غامضه، لان المقال كيقول حاجه وملي كتقراه ما كتفهموش 100%. كتقرا بان اسبانيا كتصادق على قرار المشروع على مشروع القرار المغربي، وفي نفس الوقت لا خصو يكون طرفين طنطن، عاد خصنا نتحدد لنا اسبانيا، نعم سيدي فين غادي نكون، زعما عندنا الحد ديالنا فين هو طنطن الى غير ذلك. يعني شويه مساله مفهوماش، غامضه، ما توضحليش الموضوع. فهاد الاخوان ما توضحليش الموضوع، بقات الامور عندي شويه ماشي هي هذيك. الايام القادمه تخبئ الاشياء الكثيره، ما عرفناش ماذا تخبئ، نتمنوا. المهم انا اعطيت الراي ديالي في هذا الفيديو وقلت لكم شنو كاينه، وغادي نخلي لكم الرابط ديال المقال حتى نتوما قراوه وشوفوا شي واحد فيكم واش يفهم شي حاجه. حتى المعلقين، الناس اللي كتعلق في المقال، حتى هما بقات الامور ديالهم غامضه. يعني من اننا مزيانه كنفرضوا القوه ديالنا ونفرضوا الراي ديالنا ونفرضوا يعني الحدود ديالنا، وحنا حنا دوله عندها مؤسسات ديالها، وحنا حنا دوله من حقنا نكون عندنا راي وعندنا قيمه وعندنا وزن. ان شنو بغات تكون اسبانيا؟ يعني حنا بقات تشاوروا معها في الحدود ديالنا، هما مثلا عندهم مشكل معنا في قضيه الصحراء، ملي كيبغيو يديروا الخريطه ديالنا كيبقاو يصوروا الخريطه ديالنا حدا الحدود، كيعتبروا الصحراء الجنوبيه ماشي ديالنا، باقا في منطقه نزاع. ولكن حنايا ملي كنبغيو نديروا شي حاجه لا خصنا حتى نتشاوروا معها المساله، لا حنايا كنفرضوا الراي ديالنا ونصدقوا على القرار. ولكن ملي تجي وزيره نتكالما ونبداو نقولوا لا. واللي عجب اللي حيرني بزاف ودابا الوزير المغربي، الوزير المغربي طمأنها، يعني طوأر الوزيرة الإسبانية وزير الخارجية الإسبانية بدا كيطمأنها، كيقول لها لا ما حنا يا جراء دابا المغرب ولا إسبانيا بالسيف على يمهم، خاصهم يبقاو أصدقاء إلى مدى الحياة. لأن علاش هما كيحتاجونا؟ لحقاش حنا كنبقاو نقطة عبور، بلد جار نقطة عبور، بوابة إفريقيا، يعني ما عندهاش منين تدوز. يعني طبيعة الحال كاين الجزائر وكاين تونس، ولكن أقرب نقطة والمعاملة التجارية ديال إسبانيا أقرب نقطة كتبقى هي المغرب، وكتستافد من الخيرات ديالنا، لان في المعامله التجاريه اللي كنتعاملوا اللي كنعطيوهم حنايا، لا من ناحيه المعامله التجاريه ولا من ناحيه الهجره ولا من جميع النواحي. وحنا عاوتاني كنحتاجوها كدوله، عاوتاني نقطه عبور اوروبا اللي كندوزوا منها، اللي بالسيف علينا ان العلاقات تبقى طيبه بيناتنا. ولكن في مسائل بحال هكا الاخوان متفقين حنايا خصنا نبقاو يعني على علاقه طيبه الى غير ذلك، مزيان هذه المسائل هذو. ولكن الاخوان يعني في مساله ملي كتعلق بمساله الوحده الترابيه ولا مساله الحدود او لا، خص الواحد يفرض الراي ديالو. كما دخل راجل خصو يكمل راجل، ماشي مثلا دخلتي سباع وكذا وبغيتي تفرض الحدود ديالك وعجبنا الحال لان سمعنا اخبار زوينه، الناس كلهم تفائلوا خير والناس كلهم عجبهم. انا شفت غير رد الفعل ديال الناس والمعلقين وكل شيء كيهضر، كل شيء عجبو الحال وكل شيء تفائل خير بان قال مزيان المغرب ولا كيفرض الراي ديالو في هذه المسائل بحال هكا. ولكن في اخر المطاف من بعد ما جات الوزيره واللقاء وداك الشيء طن طن طن، كيخرج هذا المقال: اسبانيا تقر بالقرار المغربي وتعترف به، ولكنه خصو ما يكونش احادي جانب، خصو يكون مبني على واحد اتفاق واحد تراضي، ولا ما كانش مبني على واحد اتفاق واحد تراضي الموضوع يقدر يوصل حتى للامم المتحده. بام 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 بام. انا ما فهمت والو، وفهموني انتم، اللي فهم شي حاجه يفهمني شي حاجه. الناس اللي كتفهم في السياسه اكثر مني تقولنا شنو وقع، شنو غادي يوقع. انا كنظن الايام اللي جايه الاخوان كتخبع شي مفاجات غير متوقعه. ما نقدرش نتهم حتى شي واحد، ما نقولش باللي وقع البيع والشراء ولا، لان ما عندي حتى شي دليل، ما عنديش شي حاجه. انا فقط قدمت الراي ديالي في هذا الفيديو هذا، بغيت نفهم بحالي بحال المواطنين المغاربه، بحالي بحال اي مواطن مغربي، كتهمه القضيه ديالو، كتهمه الحدود ديالو، كتهمه الصحراء ديالو، كتهمه جميع المسائل المتعلقه في البلاد. واخا نمشيو ما عرفتم طرف الدنيا، البلاد ديالنا كتبقى هي بلادنا، خصنا نعرفوا الاخبار اللي وقعت تما وشنو غادي يوقع وشنو المنتظر والايام القادمه ماذا تخبئ. كنتمنى انني ما نتفاجئش الاخوان، كنتمنى ان الايام الجايه ما تخبعش شي مفاجاه غير ساره، لان تسناو ومن بعد وغادي تشوفوا كاملين بكم. انا كنتمنى ما تكونش شي مفاجاه، كنتمنى نكون غلط ولا شي حاجه بحال هكا، ما عرفت، لان الموضوع شويه محير. تحياتي لكم كاملين الاخوان اخوات متابعين قناه كريم كسري، كنشكركم على المشاهده للفيديو. عجبكم الفيديو ديروا لنا لايك ولا بارطاجيو، ماشي مشكل. المهم انا فقط بغيت نتقاسم معكم الراي ديالي ونشوف هذه المساله خلاتني محيره، ما عرفتش. المهم الرابط انا غادي نخلي لكم، قراوه نتوما واعطيوني الراي ديالكم تما في التعليق وقولوا لي شنو كاين وهذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم.